تحياتي لكل السادة المشاهدين، واهلا بيكم وفقره جديده من برنامجكم استاذ في الطب. موضوع حلقتنا النهارده كله بيشتكي منه، كبير وصغير، راجل وست، حتى الاطفال كمان بداوا يشتكوا منه، وهي الام العمود الفقري او الام الظهر عامه. الرقبه بقى العمود الفقري بدات تختلف، هل ده لايه؟ عشان مثلا ممكن نقول عشان احنا ما بنقعدش القعده الصحيحه، او بنشيل احمال تقيله اكتر من وزننا، او ممكن نقول ان السمنه احد اسباب ان هي ممكن تسبب في الالام بتاعه الظهر او العمود الفقري عامه. مش عارفين، بس كل الاسئله دي كلها هتجاوب عليها ضيفتنا الموجوده معانا في الاستوديو، الدكتوره رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعه القاهره، ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وجراحاته. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، نورتينا. في بدايه كلامنا يا دكتور كنت بقول لحضرتك ان كلنا بنشتكي دلوقتي من الام العمود الفقري والرقبه. طيب نبدا الاول بشكوى الرقبه، ايه الاسباب اللي بيخلينا نشتكي من الام الرقبه؟ بصي، العادات الخاطئه دايما بتبقى سبب في الرقبه، يعني مثلا ممكن يكون ماسك التليفون، ناس تحط الموبايل او تليفون مثلا بين الكتف وبين الودان، وانتي بتركبي عربيه الناس ما تستخدمش المرايات، تلف كده برقبتها، كل الحاجات دي بيحمل على الفقرات والجلوس. مثلا الناس لو طبيعه شغلهم بيقعدوا على مكاتب كتير او بيقعدوا على كمبيوتر او الحاجات دي، بيفضلوا قاعدين فترات طويله جدا، فمحمل على الكيرف بتاع العمود الفقري اللي في الرقبه لفترات طويله. وفي اسباب بقى اللي هي دي الاسباب بتاعت العادات الخاطئه، في الاسباب الطبيه زي ان يكون حصل مثلا في الانزلاق غضروفي، زي يكون في هشاشه عظام او نقص فيتامين دي، زي يكون في تزحزح فقرات، كل الحاجات دي تاثر. طيب يعني نقدر نقول ان وضعيه الجلوس الخطا او النوم الخطا ممكن يسبب الام؟ وطبعا حضرتك شايفه اليومين دولت كلنا ماسكين الموبايلات، وللاسف احنا بناخد وضعيه ان احنا انحناء الرقبه عشان نبص على الموبايل، مع اننا ممكن نرفع الموبايل ويعني ونحمي الرقبه من الالم دي، صح يا دكتور؟ صح. المشكله كمان ان استعمال الحاجات دي لفتره طويله هو ده اللي بيرهق الاول، يعني التهاب في العضلات، وبعد كده التهاب في الفقرات، وبعد كده ممكن بقى مع المستقبل يحمل بقى على الايه، يبدا يحصل انزلاق بسيط بنسميه بز غضروفي، بتعمل بقى مشاكل كثيره جدا. طب حضرتك بتنصحي ايه اول ما بيظهر الالام في الرقبه دي وايه علاجها؟ بصي، اول حاجه احنا لازم لو في انزلاق غضروفي اهم حاجه ان احنا ايه، بدايه الاكتشاف مبكرا، وبدايه يعني الاستجابه بقى لخطوات العلاج بدري. كل ما انت بتعالجي الام العمود الفقري، الام العمود الفقري فيها مشكله كبيره. طيب احنا معانا الصوره دي، هل الصوره دي الوضع الصحيح للقعده او الجلوس؟ بصي، هو جايب هنا ايه، هو ساند ظهره وقاعد كده، بس حتى برضه انا عايزه الفت النظر ليه، ان الناس اللي طبيعه شغلها كده بيقعدوا بالثمان ساعات، لازم تقوم كل ساعتين تغير وضعك، ما ينفعش حتى لو انت قاعد صح، فما بالك بقى لو قاعد غلط. كمان يعني حتى لو حضرتك بتقول ان اللي بيقعد في الوضع الصحيح لازم يقوم يمشي شويه ويرجع تاني. خصوصا الناس اللي بتبقى، في ناس طبيعه شغلهم كده قاعدين على المكتب 8 ساعات مثلا، شيفت بتاعهم 8 ساعات 9 ساعات، فلازم تقوم او تقومي كل ساعتين على الاقل تغيري وضعك. طيب نبدا بقى في العمود الفقري. حضرتك دلوقتي قلت الرقبه ان ليها العلاج بتاعها، وليها ممكن يكون ليها تمارين يا دكتور، ممكن اعمل تمارين اول ما اصحى الصبح للرقبه بالذات؟ ما هو بصي، احنا عايزين الاول نحدد المشكله، اذا هو مثلا انزلاق غضروفي لازم نبدا نحدد الدرجه بتاعته، هل هو بز غضروفي؟ يعني الديسك ده بيبقى عباره عن ماده جيلاتينيه بين الفقرات، ويبقى متغطيه بكبسوله ليفيه. اما بيحصل في انزلاق او بيحصل ايه اللي بيحصل، الكبسوله الليفيه دي بتتقطع، بيتفتح جزء منها ويبدا يخرج الماده اللي هي عامله زي الجيلي دي، تبدا تخرج بره، في بتخرج بقى بثلاث درجات. هي الصوره دي بتاعت الانزلاق يا دكتور يا طرف عن الفقره بقى؟ بصي، ده انزلاق غضروفي زي ما انت شايفه، الفقره ايه، ده مكان الديسك، هو هنا عندنا السهم ده على مكان الايه، الديسك او الغضروف. وفي صوره ثانيه على فكره معانا برده مبينه بقى ان الغضروف خارج من اهي، هي دي يا دكتور صح؟ كده بقى ده بدا حصل هنا انزلاق غضروفي، والغضروف بدا يبقى ايه، خارج من مكانه. المشكله ايه لما الغضروف هيخرج من مكانه؟ ان هيحصل الم، وبيحصل المكان ده كله حاجه اسمها نيرف روتس، يعني جذور عصبيه، فممكن يضغط على الفقرات، على الجذور العصبيه دي، لما بيضغط على الجذور العصبيه فيبدا يعمل يعني تسميع في اماكن مختلفه على حسب الضغط ده حصل على انهي مستوى وعلى انهي عصب، من اول بقى الكتف، ممكن يوصل لحد عظمه لوح الكتف المثلث اللي في الظهر من فوق، ممكن يسمع في الدراع كله، ممكن يأثر على أعصاب الإحساس، وممكن يأثر على أعصاب الحركة.
يعني ممكن حد يشتكي الاول من الكتف او من الدراع يقول انا في الم في ايدي، بس بيبدا يتعامل ان هو ايده هي اللي فيها مشكله، ما يعرفش ان هي اللي عامله ممكن ده يكون ليه صله طبعا صله وسيطه برقبته. اللي احنا بننصح الناس ان هو يبداوا جلسات العلاج الطبيعي في اول يعني ما يكتشفوا الموضوع، لان دلوقتي في جهاز حديث جدا اسمه شد الفقرات بالكمبيوتر، ده بيعمل ايه؟ بيبعد الفقرات عن بعضها، وممكن الديسك اللي كان باين في الصوره ده يبدا يرد في مكانه مع الجلسات، يرجع تاني في الوضعيه الصحيحه، يرجع تاني في الوضعيه الصحيحه. وبعدين كمان في حاجه ده يعتبر العلاج الامن الوحيد، هو ده الجهاز اللي حضرتك بتتكلمي عليه يا دكتور صح؟ جهاز شد الفقرات بالكمبيوتر. ده بنستخدمه في الانزلاق الغضروفي على فكره بتاع الرقبه، وبرده الانزلاق الغضروفي بتاع الظهر، وبرده لو في انزلاق غضروفي في الفقرات الصدريه هو للعمود الفقري كله. ده الميزه بتاعته ان احنا بنشد الفقرات فبيبدا الديسك يدخل في مكانه. في ميزه ان العلاج ده امن، انت عارفه ان الجراحه في العمود الفقري خطيره جدا لانه تحت. كنت لسه هقول لك ان مشكله الناس او خوف المريض بالذات اول ما يسمع ان في الام او في مشكله في الظهر يبدا يقول لا انا بلاش اروح للجراحه، ان الجراحه للاسف الهيستوري بتاعتها عند الناس ان نسبه كبيره جدا بتكون خطا او بيحصل بعديها يعني لا قدر الله. ممكن لو حصل اي غلطه انت قريبه جدا من النخاع الشوكي، فممكن يعني لا قدر يحصل ضعف في العضلات او يحصل شلل لو في الرقبه. دلوقتي بتريح المريض وبتقول له لا انا مش هضطر او انا مش هروح خالص للجراحه، مش هنضطر بس ايه، بس المريض ما يحطناش في وضع ان احنا نضطر نعمل ايه. يعني مثلا لو هو خلاص اوريدي مثلا في مريض بيوصل نفسه انه يهمل يهمل يهمل، فمثلا لو هو المشكله في الرقبه، لو احنا لسه بنتكلم على الرقبه هنا، فايه تلاقي بدات عضلاته تضعف، بدا يحصل عدم تحكم مثلا في البول، بدا يدخل بقى في مشاكل كبيره، بدا يعني ايه يعني اوريدي احنا بنخاف انه يبقى في ضغط على النخاع الشوكي، هو دخل نفسه ان النخاع الشوكي خلاص بقى مضغوط عليه. في الحاله دي خلاص يبقى هو ودى نفسه في طريق الجراحه، لكن انت طول ما انت لحقت نفسك في المراحل الاولى او المراحل المتوسطه او مجرد ان انت حسيت بالم، شفت شخصنا اتشخص وعرفنا انه ده خلاص انزلاق غضروفي، سواء كانت ايا كانت درجته نبدا نعالجه، طالما ان احنا ما عندناش الاعراض اللي تودينا ان احنا نعمل ايه جراحه، لان الجراحه في المكان ده خطر، فاحنا بنقول لك ايه اتعالج من الاول بدل ما نوصل لنتائج ممكن ايه احنا فضينا عنها خالص. احنا فضينا عنها. طيب نبدا بقى بالمشاكل بتاعه العمود الفقري. ايه هي المشاكل اللي بتيجي لحضرتك على طول للعمود الفقري؟ بصي انا اكتر مشاكل بشوفها في طبعا الانزلاق الغضروفي، سواء على مستوى الفقرات العنقيه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه الرقبه، او على مستوى الفقرات القطنيه، دي من اكتر المشاكل شيوعا. الام الظهر طبعا يعني ده انا لسه بقول حصل اطفال كمان من الام الظهر. طبعا طبعا الام الظهر دي طبعا اكتر الحاجات شيوعا. في برضو من ضمن المشاكل برضو اللي بشوفها كتير عندنا في العياده اللي هو الناس اللي عندهم التواء في العمود الفقري، دي تيجي فعلا زي ما انت بتقولي في السن الصغير، يجي اطفال يعني مثلا تبقى 12 13 سنه تبقى عندها التواء في العمود الفقري. الصغيرين دول تيجي لهم التواء؟ يعني انا كنت اسمع كلمه التواء دي للناس الكبيره. لا ده غالبا دي بتبدا اصلا في السن الصغير. دي صوره الالتواء يا دكتور؟ بصي ده دي صورة الوضع العمود الفقري الصحيح اللي هنا، واللي جنبها ايه دي صورة حصل التواء نتيجة مثلا ايه من اشهر الاسباب اللي بتيجي في السن بتاع المدارس، ان هما بيبقوا يشيلوا الشنطة تقيلة على ناحية واحدة، دلوقتي بيقوموا على ايه الشنطة على كتف واحد، فيبدأ واحدة واحدة بقى سنة ورا سنة مثلا يقوم ايه العمود الفقري يبدأ يتعب بالمنظر ده. عندنا نوعين الالتواء ده، في نوعين، في نوع اللي هو حرف اس، وده بيبقى سهل جدا يعني بالجلسات وبالعلاج الطبيعي بنوع معين من التمرينات ان احنا نرجعه تاني، ان احنا بيبقى عندنا جنب فيه قصر في العضلات فبنعمل فيه اطاله، وجنب فيه ضعف في العضلات فبنعمل تقويه، ومع المتابعه ان شاء الله بتتحل مشكله اللي هو حرف الاس ده، اللي هو حرف الاس. في بقى الاخطر شويه اللي هي بقى خلاص اهمله، يبدا يدي حرف سي. احنا الصوره اللي معانا دي يا دكتور اللي هي قبل وبعد العلاج، قبل وبعد الجلسات. طبعا هو بيجي لنا بيبقى بصي شوفي الصوره اللي هي قبل دي، هتلاقي كتف اعلى من كتف، خلاص الجسم كله خد الانحناء بتاعه. هو على فكره هو ممكن ما تاخديش بالك هو لابس عادي، الا لما يعني الموضوع هي الصوره دي عشان معمول لها زوم فمبينه المشكله قوي، لكن مثلا ممكن هو ما حدش ياخد هو بقى اللي يبدا يلاحظ ان هو في كتف عنده ايه اعلى من التاني، الحوض
طيب اول سؤال ممكن يجي لك المشاهدين دلوقتي، انا دلوقتي عندي اطفال في المدرسه، وطبعا في مدارس بدات تتدارك الموضوع ده وبدات يكون في لوكر موجود في المدارس، وبدات يعني خلاص تستغنى عن شنطه المدرسه اللي فيها حوالي 16 كيلو من الاثقال اللي هم بيشيلوها بتاعه الكتب والحاجات بتاعتهم. وطبعا في مدارس ثانيه حضرتك عارفه طبعا مالهاش دعوه بحاجه زي كده، فالطفله او الطفل بيشيل شنطه بيكون حملها تقيل جدا عليه، الام تبدا تتعامل ازاي في الوضع ده؟ بصي على قد ما تقدر يعني ان هو لو في حد هيوصله ان هو يتحمل عن عمود الفقري الضعيف شيل الشنطه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه نحاول نخفف الشنطه قدر المستطاع اللي لازم يتحط واللي ملوش لازم يتحط، ونتجنب ان احنا نشيل كده كده الشنطه على ناحيه واحده دي. يعني حكايه بقى الشنطه اللي هي واحد دي غلط جدا، لازم تتشال على الاقل، يعني ايه يبقى الحمل مقسوم على الناحيتين. ونلغي خالص ويعني او نتجنب خالص الموارد اللي بيظهر في الظهر. ممنوع اصلا تشيل الشنطه تقيله على كتف واحد، ده غلط. دي تعتبر حاجه ممنوع، ولازم انت تقولي لابنك او بنتك وهما نازلين تشيل شنطتك على ناحيه واحده. ده كله حتى الشنط اللي نازله الجديده كلها اللي هو الكتف واحد اللي هي او اللي هي الكتف واحد وخلاص على كده. لا دي خطر جدا. يا حضرتك بتنصحي اي ام تشوف الطفل او الطفله كده ما تعلقيش او ما تعلقش شنطتك كده؟ لا والله يا ريت المدارس تكون عندها وعي بقى. احنا فيها فكره في يعني في رسائل كتير ومؤتمرات كتير اتكلموا عن النقطه دي، انه فعلا اكتر اسباب طويل العمود الفقري بتيجي بسبب المشكله دي. طب ممكن الالتواء ده يجي يا دكتور بسبب ان انا مثلا نايمه على مخدتين او ثلاثه؟ لا بص، مخدتين او ثلاثه دي هتتعبك فقرات الرقبه، لكن مش لدرجه ان هي تعمل التواء في العمود الفقري. طب في ناس ما بتنامش الا لما يكون في مخدتين والمسافه بين الرقبه وبين الجسم مسافه عاليه جدا. بقى يجي لها ديسك. ديسك؟ انزلاق غضروف يعني. طيب تبدا تتعامل معاه ازاي او حضرتك لا طبعا انما على مخده واحده تكون يعني لا طريه قوي ولا ناشفه قوي، وتبقى في مستوى الرقبه، ما ننامش على حاجه مخدتين ثلاثه. ده دي طبعا بصي مش هتجيبها في الاول، هتبدا تحس بوجع وتقلصات في على مستوى الرقبه والكتف كده، بس بعد شويه هتبدا تدخل في مشكله، ان دي اصل النوم ده حاجه هتجيب معاكي ايه على المدى الطويل. لانها حاجه بتعمليها كل يوم كل يوم، مفيش ريست فيها. طيب والناس اللي هي بتنام على المرتبه كلها مسطحه، يعني ما بتحطش حتى مخده تحت دماغها، دي برضو وضعيه صحيحه ولا لا؟ لا على الاقل مخده واحده، وفي دلوقتي موجود في كل حته المخدات الطبيه. يعني حضرتك بتنصحي ان مفيش حاجه اسمها من غير مخده او المخدتين، يعني ولا دي مقبوله ولا دي مقبوله؟ لا او ان هو مخده واحده، ويفضل لو في مخده طبيه يكون افضل واحسن، لو حد بيشتكي اوريدي وبقى عنده الام يستخدم المخده الطبيه. طيب احنا طبعا حضرتك عارفه ان موضوع السمنه او مرض السمنه بيجيب سلسله من الامراض طبعا. للاسف يعني حتى مريض السمنه ما بيخلاش مثلا من السمنه بس، لا السمنه بتكون سلسله من كل الامراض او من مجموعه امراض بتيجي بعديها. هل منها نقدر نقول ان كمان بتسبب الام او بتسبب مشاكل في العمود الفقري؟ بصي انا اي حد يجي لي العياده عنده وجع في ظهره الاقي عنده بطن، اقول له هنخسس البطن مع جلسات العمود الفقري، علشان بصي انت كده عارفه اللي هو ايه، انت بتعالجي ظهره يعني، خصوصا لو عنده انزلاق غضروفي هنستخدم جهاز شد الفقرات بحيث ان احنا نرجع، فانا ببقى عايزه اقلل النود اللي على ظهره، فخصوصا السمنه الموضعيه بتاعت البطن، يعني اي حد بيجي اول ادفايس احنا لازم نشيل البطن دي، ان هي عامله ايه؟ بصي دايركت لود، تحميل دايركت، مش تحميل مش مباشر، لا تحميل دايركت على العمود الفقري على الفقرات القطنية اللي هي برضو من اشهر الفقرات اللي بيحصل فيها ضغط على الايه، على اللي هو الانزلاق الغضروفي وضغط على الجذور العصبية، وبتعمل بقى مشاكل ممكن تسبب بعد كده اللي هو عرق النسا اللي بياخد الظهر كله من ورا. فده ساعتها بيحتاج علاج طبيعي على الفقرات القطنية، وبنحتاج ان احنا نعمل شد الفقرات بالكمبيوتر، وبنحتاج نعالج العصب نفسه اللي هو السياتيك نيرف، لان معظم الناس تقول لك اصل ظهره مش العصب، ما العصب نفسه خلاص هو كمان بقى ملتهب، فبنضطر ندخل في علاج اعصاب نعالج العصب. عندنا اجهزه بتبقى مخصوصه لعلاج العلاج العصب اللي فيه التهاب اللي هو عرق النسا، ده بيبقى فيه جهاز اجهزه مخصوصه لعلاج التهابات العصب وتحسن التئام الاعصاب. بتبداي بقى تعالجي كل مشكله على حده، ومن ضمن المشاكل اللي بتعالجيها سمنه البطن بقى بالتخصيص موضعي باجهزه تخصيص موضعي للايه؟ للسمنه الموضعيه بتاعت تفتيت دهون وشد الترهلات وتقويه لعضلات البطن، وجهاز اجهزه بتنشط
اللي هو الجهاز الليمفاوي عشان يصرف الدهون، وفي بالتبريد لو كمية الدهون كتيرة بنشيلها، مع العلاج الطبيعي للفقرات القطنية اللي فيها المشكلة دي. حضرتك دلوقتي حطيتي يعني معلومة يعني كانت يعني واصلة لأغلبية يعني أغلبية المواطنين، معلومة خاطئة جدا، اللي هو عرق النسا ده ملهوش علاج. يعني أنا أول مرة أسمع إن دي علاج، يعني حضرتك بتقوليه. طبعًا أي حد بيقول لك لا أنا ده عندك علاج النسا، لا خلاص ده ما بيتخ يعني ما بيخفش خلاص، ده مرض يعني مرض مزمن بيمشي مع المريض. لا لا، ده عرق النسا ده أصلًا ما اسموش عرق النسا، أصلًا اسمه عرق النسا. النسا من كتر ما الواحد بينسى كل حاجة من شدة الألم بتاعه، فإزاي حد يتعايش مع ألم بشع زي ده؟ في حالات والله متعايشه معاها، لا غلط، بتروح لدكاتره والدكاتره تقول لك لا خلاص انت هتمشي. اصل بصي هو في الاخر ايه، هو في انزلاق غضروفي، هو سببه ايه؟ ما انت بصي كل حاجه عرفتي سببها تعرفي تعالجيها. هو سببه ايه؟ انه في ضغط على الجذور العصبيه، من ضمن الجذور العصبيه بيحصل عليها ضغط خصوصا في الفقرات القطنيه اللي هو ايه؟ عرق الناسة، خصوصا في مشهور قوي في الفقره الرابعه والخامسه والعجزيه الاولى، دي اكتر فقرات تعمل ايه اللي هو الضغط على العصب ده، هو السياتيك نيرف ده عصب، عرق الناسة ده عصب. بيضغط عليه، بنعالج الفقرات القطنيه وبنعمل شد الفقرات بحيث نقلل الضغط اللي على العصب ده اللي هو عرق الناسة ده، بنقلل الضغط عليه، وبعد كده بنبدا نعالج العصب نفسه الملتهب ده، بنمشي على الكورس بتاعه جزء جزء، وبنعمله عليك حاجات مضاده لالتهاب الاعصاب وحاجات تحسن ايه الهيلنج التئام الاعصاب ده بس. والعيان يعني الحمد لله ما شاء الله، يعني احنا عالجنا كذا حاله وكانت الام مبهكه، ويعني مثلا ضمن الحالات كان في حاجه جايه لي مثلا ولادها شايلينها، كان في حاله برضو تانيه بقى لها مثلا شهر كانت قاعده في البيت ما بتتحركش وسايبه شغلها، حالات كتيره جدا جدا والحمد لله اتحسنوا تماما. يعني كانت النتيجه بتاعتهم يعني التحسن كان يعني نقول يعني ممكن نقول 100%، بس وننصح الناس اذا حست بقى ما تسيبيش نفسك توصلي تاني المرحله دي، مجرد انك تحسي بقى تبداي الجلسات فورا. طيب، وطبعا في مقوله مشهوره اللي هو الكيلو في الكرش ب10 في الظهر، دي صح؟ ما احنا لسه ايه، طبعا ده دايركت لود، يعني انت محمله على الظهر ودايركت. بصي ضغط هنا هيضغط هنا. طب السمنه بقى، هو تخين خلاص فعنده الوزن ده هو خلاص موجود معاه ومش قادر يشيله. الحامل بقى، يعني الحامل بيكون بقى فيه بيبي وفيه ميه وفيه حاجات كتيره جدا في بطنها، وطبعا ده بيبقى ليه وزن كبير. طبعا ده بيأثر على الظهر. طبعا خلاص هي خلاص الحمد لله قامت والبيبي بقى كويس وكده، تبدا تتعامل ازاي؟ او خلاص ولا هي بقى يعني هي حامل في حاجه وبعد الولاده في طيب. حاجه نتعلم. في فتره الحمل طبعا من اول السكند تريمستر اللي هو الشهر الرابع والخامس بقى، من اول الرابع لحد ما نخلص هنبدا كورس كالسيوم. ما ينفعش تيجي حامل ما تاخديش كالسيوم وفيتامين دي، لازم تمشي على كورس كالسيوم ومالتي فيتامين، لانه البيبي من اول الشهر الرابع بيبدا يسحب من الجسم ده دايركت، سواء انت بتاكلي او ما بتاكليش هياخد من جسمك، فمهما كنت هتقدري تاكلي. وفي ناس اصلا بتبقى عندهم الشهيه مقفوله في فتره الحمل، وفي ناس الشهيه تبقى مفتوحه، فالحل هنا ايه؟ ان احنا الاهتمام بشرب اللبن والحاجات اللي فيها كالسيوم، وان انت تاخدي تابلتس، تاخدي كالسيوم وتاخدي حاجات من كده، وطبعا الراحه قدر المستطاع، لانه ايه التحميل هنا على الظهر ايه برضو يعتبر تحميل مباشر وخطر. بعد بقى الولاده اذا الموضوع اذا الحمل ده راح والاعراض اتحسنت يبقى انتهت المشكله على كده، اذا بقى ما راحتش يبقى هنا لازم نشوف ايه، نبدا ايه خطه العلاج بتاعتنا، سواء خطه العلاج بقى انت بتبقي عندك خطه منها، من ضمنها شد البطن وتخسيس البطن، ومن ضمنها العمود الفقري لو في مشكله، لو في التهاب حصل في الفقرات او في الاعصاب، كل الحاجات دي بقى بتبداي تعالجيها بقى، كل تطلعي كل مشكله ونعالجها على حاجه، ويفضل طبعا نبدا العلاج بعد 40 يوم من الولاده. طيب هل نقدر نتجنب الانزلاق الغضروفي؟ طبعا نقدر نتجنب. بصي هو الانزلاق الغضروفي من اسبابه المشهوره ايه؟ انه حد يقول لك انا كنت بشد مثلا حاجه تقيله، شد ترابيزه، واحده مثلا شايله حاجه تقيله، او واحد شايل مطلع حاجه تقيله فقام وطي فطق سمع صوت الايه اللي هو الكبسوله دي وهي الغضروف بيخرج. ساعات في ناس تسمع صوت حد قام عامل حركه دائريه مفاجاه. كل ما انت او انت بتتجنب الحاجات دي قدر المستطاع، كل ما انت طبعا بتحمي نفسك من انه يحصل لك انزلاق غضروفي. واذا يعني لانه ده من الحاجات الوارده
كتير قوي في العيادات. اذا حصل فاحنا دلوقتي عندنا العلاج وعندنا جهاز اللي هو بتاع شد الفقرات بالكمبيوتر بجهاز امريكي ونتائج التحسن فيه يعني بتعدي بالعلم وبالقدره. معلومه يعني انا مش عايزه اقول لك ان انت دلوقتي حطيتي مش بصيص من الامل، انت حطيتي الطاقه من الامل لكل المرضى اللي هي دلوقتي كانت بتخاف من الجراحه، وكلنا بنخاف من الجراحه ومن مشره الجراح خصوصا في العمود الفقري، خصوصا في العمود الفقري او اهم حاجه العمود الفقري، ان العمود الفقري هو عمود الانسان او اساس الانسان. فحضرتك دلوقتي بتقول للمريض لا انا مش هاجي جنب العمود الفقري بالجراحه ولا بالمشره، انا هعالجك بالعلاج اللي هو موجود عند حضرتك او الجهاز اللي احنا عرضناه للساده المشاهدين اللي شافوه ان ممكن اعالج فيه امراض كتير جدا. والجهاز معانا دلوقتي على الشاشه صح يا دكتور؟ اه. الجهاز ده حضرتك بتقولي ان هو هيعالج حاجات كتير، هيعالج الانزيمات اللي موجوده جدا فيه. بس عشان نبقى بنتكلم بطريقه علميه، ما تسيبش نفسك مثلا لحد ما يحصل لك سقوط في القدم، لا هتجيلي عندك سقوط في القدم انا اللي احول، انا اللي احولك للجراح. اه حضرتك بتقولي نبدا من الاول. اه ما يسيبش نفسه ضغط على الجذور العصبيه توصل ان القدم سقط، القدم سقط دي يبقى في الحاله دي انا اللي هحوله، هيجيلي العياده انا اللي هحوله على الجراح. فاحنا بننصح الناس بايه؟ اول ما تحس بالام في العمود الفقري تتشخص انه في انزلاق غضروفي، يا ريت تيجي تعمل الجلسات وتخف خالص احسن من ان انت يفضل عندك مشاكل وتمشي على ايه؟ على العلاج والنصايح اللي احنا هنقدمها. طيب اول سؤال بقى هساله حضرتك، قد ايه مده العلاج؟ بصي مدة العلاج احنا قلنا ان الانزلاق الغضروفي ده ممكن يكون باظ، يعني يا دوبك الغضروف طلع مكانه حتة صغيرة، هي البداية. اه ممكن يكون بروتروجن يعني طلع جزء منه، وممكن يكون بقى اتفتق خالص وخرج الديسك خالص. كل مرحلة بقى من دول العلاج بتاعها بيختلف، مثلا ممكن 6 جلسات في المرحلة الأولى يبقوا كافيين جدا، وممكن 12 جلسة في المرحلة الثانية، وممكن بقى في المرحلة بقى لو الديسك ضاغط قوي نستنى مثلا ساعات بياخد 24 جلسة. طب حضرتك عملت الجلسات دي والمريض خف خلاص، ممكن يرجع له الألم تاني أو يرجع له نفس الألم اللي هو كان بيتعرض له؟ اه لو هو زق حاجة، لو هو عمل مجهود حمل على الفقرات أو كده حس بألم بسيط يبدأ يجي يعمل كورس صغير كده 4-5 جلسات ويبقى كده تمام، يحمي نفسه تبقى حاجة ما يسيبش نفسه لحد ما يبقى عندي مثلا سياتيك اللي هو الناس ما سيبش نفسي مثلا لما يبقى انا خلاص مش قادره اقوم من السرير او مش قادره اقوم من السرير، ما سيبش نفسي اوصل للمرحله دي. طيب حضرتك تحب تقولي ايه النصايح المهمه اللي حضرتك تتجنبي بيها الام الظهر او العمود الفقري الانزلاق الالتواء الام الرقبه، ايه اللي حضرتك بتنصحيه لينا للكبار والصغيرين؟ بصي اولا في استواء الناس هنصح الناس ان هي تستخدم المرايات، لو بتتكلمي في التليفون ما تحطيهوش بين ودانك وكتفك، لان انت كده محمله جامد جدا على عضلات الرقبه وعلى غضاريف الرقبه. دي بالنسبه للرقبه. بالنسبه ان احنا نحمي الفقرات القطنيه والظهر هنصحك ان انت ما تشيليش حاجات تقيله، اذا هتجيبي حاجه من الارض تتني ركبك وانت نازله ما تحمي، يعني بلاش نستخدم الظهر كانه اله، يعني الناس تستخدم ظهرها كانه اله، يعني بلاش نحمل عليه صحيح. تحميل مباشر دايما، ما نشيلش ما تزقيش حاجه تقيله لوحدك، يعني دايما يبقى لو انت في حاجه يعني يبقى كذا حد يبقى كذا حد. طبعا تجنب المجهود وارهاق العضلات لو حصل حاجه، وسرعه العلاج كل ما انت بتنقذ نفسك بدري وفي سن اصغر. ليه؟ لان برده في حاجه مهمه ننوه عنها، جهاز شد فقرات الكمبيوتر بيعالج الحاجات دي. لو انت عندك هشاشه عظام مثلا في السن اللي هو فوق مثلا الستين او كده ساعات ما نعرفش نستخدمه. دكتور حضرتك كده حطيتي بجد، انا بشكرك جدا على ان انت قلت على الجهاز شد الفقرات ده ان هو بيعالج حاجات كتيره جدا. طبعا قلنا في اللي هو الاكتشاف المبكر، ما اقعدش لحد ما اجي اوصل لمرحله متاخره وبعد كده اقول ان الجهاز ده ممكن يعالج، بس حضرتك قلتي ان هو عالج حاجات كتيره جدا منها الالتواء ومنها الغضروف ومنها الناس اللي انا للاسف يعني انا كنت واحده من الناس